شوفوا خواتاتي اليوم جبت لكم وصفه هايله. عندو صديقات لي ولادك ما حبوش ياكلوا السرق، ها السرق ما حبوش ياكلوه. اليوم نعطيكم وصفه هايله مليحه لانيمي للدراري اللي ما ياكلوش شيء، ديريها جربيها والله ياكلوا ويزيدوا. يقولوا لك ماما زيدينا زيدينا، والله ما ياكلها ما تنشبع، ياكلها الصغير ويزيدها الكبير. جربيها وعلي ضمانتي. شوفوا واش فيها السرق عندك حشوه، واش ديري له حاجه الاولى؟ تاخذي هذاك السرق تاعك تخليه في شويه ماء، غير واحد 15 دقيقه تنحيه وتحطيه في الماء بارد وتصفيه وتخليه هكا يقطر لك. ومن بعد واش نديرو في الحشو تاعو؟ هذا محشي تاع السرق ديرتو عجوزتي، هما واش فيه؟ قالت لك عندك صدر الدجاج، عندك شويه صدر الدجاج جيبي هذه الوصفه وديريها واش فيها. تاخذي صدر الدجاج تنحيه، وهذه لاصوص تاعها، وهذو لي زيبيس لاصوص واش فيها؟ تاخذي قرينحه حطوه هنا شوفي مليحه. تاخذي طوماطيز زوج حبات ارحيهم وزيدي لهم البصل وزيدي لهم الثوم هكذا كما كتشوف. واش ندير لهم؟ البصل ثوم وطوماطيش، وهذاك الثوم نقصهم نديرو نص هنا صدر الدجاج ونص هنا في لاصوص. تبعي الطريقه وديروها هايله يا البنات، هايله هايله هايله. وهذاك هذاك البصل نص هنا كيما نديرو هنا في لاصوص، هنا قلنا زوج طوماطيش بصل وثوم والحر، وهنا ديري البصل والثوم تزيدي لها حبات على البيض. وهنا واش ندير؟ شوف عندي مكعب تاع جومبو، تحبي هكذا ولا مكعب؟ هنا عندي صاشيات ديري هنا شويه وديتي واحد المذاق اروع ما ياكل هكذا. دوكا قسمت هذاك الصاشي نص هنا ونص هنا هكذا كما تشوفوا. طبق هادي هذا غادي تاكلو محشي تاع الصبح، طريقه جديده وهايله. هنا ندير شويه زيت هذا دوك نحطو فوق النار، هذه لاصوص تاعنا طيب. وهذا المحشي واش نزيد له؟ نزيد له كما راكم تشوفوا هنا عندي راس الحانوت تاع عكري اللي هي البابريكا وطوماطيش امبوات نحطها هنا. دوك انا ندير هنا شوف العدنوس نقسم شويه هنا وشويه هنا هكذا هكذا. طوماطيش تاع البواطا دوك انا ناخذ شويه ديزيبيس هذا هنا ندير هنا شويه راس الحانوت وشويه عكري هذه في العقده تاعي. وهنا الطماطيش تاع البايض نكملها هنا ونحط هذه تاعي فوق النار لاصوص نحطها نحطها طيب هنا فوق النار. نخلي لاصوص تاعي فوق النار. شوفوا لي البنات الحشو تاعي هذاك اللي وليت لكم تاع نص نص سطر الدجاج، وانت درتي طبق هايل. واش ندير له؟ نزيد واحد ثلاثة مغارف هكا تاع خبز ملحي اللي هي لاشابليغ هاكا ونخلط نحطو دركا كامل هادو هكذا كيما راكم تشوفو. هاديك لاشابليغ بدات تحكمل لنا، وهادوك لي زيكيس كامل يطيبو البنة. هذاك شويه جومبو وهذاك راس الحانوت وهذاك العكري اللي هو البابريكا وشويه هذاك تاع البصل وهذاك شويه تاع الثوم هاكا. خلطي كامل يا اختي، خلطي مليح مليح وجربي هذه الوصفه وردي لي قولي لي كيف جاتك. انا قلتي ليش هذه يا اختي وكليوها وقالوا لي زيدينا، والله اللي ضمنتي يا اختي هذه عاد استعلمتها لي هكا هكا. غنبدلو ماشي كل يوم كيف كيف، وقدرتها على بالكم الدراري ما يحبوش ياكلوا السرق، حتى اللي كاين كبار ما على باليش كاين اللي يحبوش. شوف هكذا خلطتها وبقى هذا السوق وتجي واحد لاصوص. واش نقول لكم؟ شوف خلطوا هكا هذاك الفلفل الحار اللي يطيب لنا وهذاك الجمبو والطوماطيش كونسونطري والبيسون، شوف تخلطي كامل كيما راك تشوفي اختي هكا. بعد تزيدي الحليب تكون سخونه هكذا هكذا دوكا نحرك. دوكا انا نخلي هذه لاصوص حتى شويه تعقد، شويه مش تعقد بزاف كيما لاصوص تاع البيتزا ولا لا، شويه تخضر برك. نغطيها هكذا ونوريكم كيف نحشي السرق. ها شويه اختي شوفي دوكا نبدا نحل هذاك السرق تاعي هكذا، ومن بعد شوف نحيي له المقص غير هذاك المسرق هذاك التحتاني هكا قصدي هذا هكا. شوفوا نحيي غير هذا هذا التحتاني تاع هذا باش طيبت هذا الصغار تاع السرق هكذا. نبدا ناخذ الحشو تاعي هذاك تاع الدجاج، وانت لا ما عندكش تحبي تعوضي بالشوال ما بالفيونداج انت واش حبيتي، تاخذي كونتيتي هكا صغيره هكذا كما تشوفوا.
من بعد تدلف فوق، شو راك تلف في بولك؟ شو راك تلف في بولك؟ هكذا ونبدا ندور. حاجه سهله ويجي بنين، نبني يا البنات واش نقول لكم. هكذا تحبك تجي هكا، وعندي بلان دوك. هذا البلان باه يطلع ندخلو في الفوخ، هذا دوكا طيب في الفوخ. هاي لاصوص تاعي طيب، ما نجيبو للفوخ. شوفوا هكذا، شوفوا كيف هذا النه. ها شوف هايجي هاكا تسد فيه هكذا، وهذيك لاصوص شوفي طيبناها. ها دوكا واش ندير؟ نحكم هذيك لاصوص تاعي ونبدا نفرخها هكا هاكا كيما راكم تشوفوا. جربوها طاقة تاع جوستي والله لتجي. واش نقول لكم بنينة هايلة هايلة هكذا. انا نسقي دوك شوفوا هاذيك كاين لاصوص، نسقيها هكا. وهذاك القرين حار حطو فوقها هكذا، يطلق لنا واحد البنة. واش نقول لكم هاك؟ شوف يا اختي شوفي شوفي هكذا. ودوك نحطو في الفوخ، انا ندخلها للفوخ، تخليها حتى تبي تبكبك هكا وعندها ما يشدش. السلق على بالكم شتي خفيف، وخليوها هكذا كي طايبه شويه يتجمر شويه، تنقص هذيك البنك هجا. شوف شوفوا جل الله، شوفوا مع القرين هذاك تاع الحار درتو نوري لكم. شوفوا هذه الطريقه تاع جوستي هايله هايله، جربوها مش حكيمه. حتى وليداتكم يعجبهم يقول لكم ماما شنو هذه الماكله زيدينا. شوف سخون الله الله. نزيد ندير مع هذاك القرين حار، هو يجي ما فيش الا هذيك المرقه بزاف وكامل. تي اذا ما حبوش يجيك شغل ناشف هكذا مش معمر. ها شوف كيشغل هذاك تاع مصريين قطع العنب، بصح هذا بالسرق وراه مفيد وصحي وميم طون وسيط جديدة. تبدلو وتجربو وتشوفو كيفاه تجي. شوف شوف كيفاه جات. شوف شوف الله الله. شوف وشوفو زدت رافقتها معاها بشلاضة تاع ورق الخس والبيطراف. البيطراف ثاني راهو مفيد، صافي كلش مفيد، كلش راهو يفيدكم. كاين البيطراف هذا كخيو صافي ماهوش طايب، هاكا ربي ربيتو هاكا في الرقيق. وهكذا نحطو السلطة هاكا معاها، وهذا المحشي شوفو اللي انا درنيه. وان شاء الله تجربوا هذه هذه الوصفه تاع جوست اللي قلت لكم عليها، واكتبوا لنا في الكومونتير قولوا اش رايكم تاكلوا، ويقول لكم زيدوا لنا راهي هايله. ها وصحتكم والسلام عليكم. وما تنساوش ديروا لنا لايكات، اللايكات هي تطلع القناه تطلع الفيديو. وبالسلامه.